يستمر التواصل أيها الحبل الكريم مشاهدينا الأعزاء في انطلاقات هذا المساء، وعلى بركة الله تسير هذه الأسماء معلنة عن حضور نجم من نجوم هذا المساء ونجوم الصغار في انطلاقات هذه الأمسية الجميلة الرائعة في ميدان التحدي وانطلاقات الصغار ثاني أيام هذا المهرجان. والبداية مشاهدينا الكرام مشرفة أكيد مع كل الانطلاقات والتحديات، تبقى المسيرة وتبقى تحديات دائما مع كل الانطلاقات. أسماء كبيرة ومهمة مشاركة من دول مجلس التعاون الخليجي في مشاركة الأخوان هنا في هذا المهرجان الكبير وهذا الكرنفال والعرس التراثي الذي يتواجد على هذه التحديات وأرضية ميدان الشحانية. المركز الأول برنامج تتقدم سعيد بن محمد بن حليس العفاري يسير إلى أول المنطلقين وأول الباحثين على الانتصار، بينما المركز الثاني ننتقل مباشرة إلى مغادر المركز الثاني من خلال هذه اللحظات وصول وانطلاق وتحدي من اسم يتواجد على أرضية هذا الميدان. يصل في هذه اللحظات متعب سعيد بن محمد بن صباح العفاري، بينما المركز الثالث شاهين محمد بن عبيد بن راشد الفهيدة المري هناك في المركز الثالث، بينما المركز الرابع في هذا الهجوم وهذه التحديات اللي وصلت إلى أو اللي يصل مشاهدينا الكرام. مايهاب يحتل هذا الموقع الصغير بن محمد بن حمدان المنصوري، بينما المركز الخامس في هذه الانطلاقه ايها الحفل الكريم يتواجد درب لعلي بن راشد بن حمد بالعامري الجثبي. هكذا هي النتيجه، هكذا هي تحديات هذا الشوط الثامن الذي يسير امام حضراتكم في الانطلاقه والتحدي. لكن نعود بحضراتكم الى البدايه الاولى وبدايه هذا الشوط. البداية والمقدمة الأولى لا يزال على مقدمة الشوط لسعيد بن محمد بن حليس العفاري يتقدم برنامج في هذه الانطلاقة ويسير إلى المركز الأول معلنا عن حضور المنافسة القوية. المركز الثاني وصل فيه شاهين عبد الله بن محمد بن بحيروم المحرمي، أما المركز الثالث فيأتي هنا مثير يحتل أو ميهاب للصغير بن محمد بن حمدان المنصوري انطلق إلى المركز الثالث في هذه اللحظة، بينما المركز الرابع شاهين محمد بن عبيد بن راشد الفهيدة المري يأتي على المركز الرابع مشاهدينا الأعزاء، والمركز الخامس نقلة في هذه الانطلاقة إلى صغان وعوض بن حمد بن سعيد الزرعي يحتل الموقع الخامس في هذا الأداء وهذه النتيجة حتى اللحظة لثاني ندى للانطلاقة لهذه الفئة من القاعدين. ولكن نعود إلى البداية والمركز الأول لا زال مسيطر بن حليس العفاري هالي الوقن هنا في مقدمة الشوط، ومحمد بن سعيد بن حليس العفاري لا زال على المركز الأول حاملا تحديات الكبار، ولكن 1200 على خط النهاية وهو مسيطر على المركز الأول، بينما المركز الثاني وصل مايهاب والصغير بن محمد بن حمدان المنصوري واصل بن حمدان ليتواجد على المركز الثاني. أما المركز الثالث هناك وصل الزرعي يحتل المركز الثالث، شاهين تواجد في المركز الثالث مشاهدينا الاعزاء لعوض بن حمد بن سعيد الزرعي وعبد الله بن محمد بن حيروم في المركز الرابع، بينما المركز الخامس في هذه الانطلاقه هنا المركز الخامس وصل ملفت وحمد بن حزام بن راشد يحتل المركز الخامس مشاهدينا الاعزاء. هذه النتيجه للمراكز المتقدمه حتى هذه اللحظات، ولكن شموخك يا بن حليس لا زال مسيطر مع المركز الأول حتى اللحظة من بداية الشوط حتى النهاية. الله يا بن حليس أيام رعد أيام التحديات الكبيرة. محمد بن سعيد بن حليس العفاري قام راسه بين هالشوط راس المركز الثاني صغير بن حمدان المنصوري، بينما المركز الثالث اللي واصل البدع مسر بن حمد بن مسر الشهواني يحتل المركز الثالث، ولكن خلاص من البداية حتى النهاية قام راس هذا القعود اللي أمامكم، قام راس في تحديات هذا الشوط بانطلاقة هذا الشوط. الله يا برنامج، إنه برنامج تحدي.
التحدي وبرنامج ناموس وبرنامج انطلاق والسلالة. تهانينا والناموس محمد بن سعيد بن حليس العفاري على هذا الانتصار الكبير الذي قدم لنا برنامج، بينما المركز الثاني وصل مشاهدينا الأعزاء في هذه الانطلاقة مطنوخ لعبد الهادي بن صالح بن حمد بن قبعان المري، المركز الرابع لصغير بن حمدان المنصوري بالمركز الثالث، المركز الرابع أيها الحبل الكريم يأتي البدع مسفر بن حمد بن مسفر الشاواني، والمركز الخامس النقلة على غيث لعلي بن سالم بن مبارك المري. هكذا إذا مشاهدينا الأعزاء نتيجة هذا الشوط، ولكن البداية والنهاية هنا استمرت مع انطلاقة هذا الشوط ومع برنامج الذي كان بالفعل برنامج هذا الشوط مع انطلاقة 6 دقائق ثانية واحدة وخمسة وخمسين جزء من الثانية محمد بن سعيد بن حليس العفاري. تهاني على الفوز والانتصار وصباح أو مساء الخير يا هالي الوقن. المركز الثاني في هذه الانطلاقة اللي فاجئنا في المركز الثاني الحذر أو مطنوخ لعبد الهادي بن صالح بن حمد بن قبعان المري 6 دقائق ثانية واحدة 3 ثواني 99 جزء من الثاني. تهانينا والناموس. المركز الثالث كان هناك لصغير بن حمدان المنصوري، حيث مشاهدينا الكرام حل في المركز الثالث ب6 دقائق 4 ثواني وجزءا وحيدا من الثانيه مشاهدينا الكرام في هذه الانطلاقه لياتي على المركز الثالث حامل التحديات هذا الشوط وهو مايهاب في ثالث المراكز.